هنا يوسف فودس ومستر حماده. النهارده هنجرب مية مشاريب جبناهم من الماركت. نبدا ببذور ريحان نكهه البرتقال. نشوف بس ما عليه. سجلهم الفكره دي يعني حطوا بذر مع الاحمر اللي جوه ده نترات الصوديوم ولا ايه دي اللي حاطين لنا فيها ماده مخدره دي نترات الصوديوم؟ والله بس بطمن على الانترو ان هي تمام، لان معروف ان لازم تعمل انترو في الفيديو لازم يكون قوي ولازم تبقى داخل في الانترو يبقى جامد، فبتاكد بس ان هو جامد ولا لا. ده كل ده انا المدير الفني. لو عادي روح ماشي عم. مش عايز اقول انا بفهمك، دي قناتي والمشاريب دي انا اللي جايبها. انت مش عايز، مش عاجبك حاجه تمشي؟ لا انا عاجبني مش هشرب. هتشرب؟ عاجبني يا باشا. انا اعمل انت هات وانا اعمل معاك. لازم يترجل الاول، انا نسيت. انا لسه كنت هقول لك الملحوظه دي والله، عشان البذور السوداء تتفاعل مع الحمراء يعملوا لك خلطه كيميائيه. شايف دلوقتي فاهم ازاي؟ هي دي الخلطه كيميائية. عمل بابلز كده اول ما عمل بابلز الشوكولاته اللي هي البابلز. اول ما رجيته عمل بابلز. هي بصوا يا جدعان، الريحه ريحه فوار فيتامين سي اللي هو الاقراص المدوره دي اللي هو بتاع البرتقال. لو بتاع البرتقال ايوه، اللي عنده بقى كورونا حاجه ممكن يستخدم ده. تصدق ريحتها بالظبط والله. اللي عنده كورونا والله ريحتها فعلا والله فيتامين سي. ايه ده؟ ليه كده؟ هو فوار سي بس يعني ايه، مش مش مر قوي، وفي كده حاجات تحس ان في كوارع. انا في حاجات عارفه ما بتجيب شوربه تلاقي فيها حاجات كوارع تيجي تاكلها كده، في حاجه مش متظبطه طعمه بالكوارع. يعني الصراحه مشروب الدوناتس ده ما ننصحش بيه، هاتوا دونات احسن. لا لا لسه 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 عندهم فرصه. بص لا انا بقول على ده النوع اللي هو ريحان ببرتقال ده، هات لك قرص فيتامين سي وحط شويه بذور ريحان بقى، هو ده خلاص وخلص، بدل ما تقعد تصرف كتير. مانجا، واعتقد ان المانجا يعني يبقى ايه. بس انا عايز اسالك سؤال قبل ما تفتح. اسال. يعني بص هم مكتبين عليها ايه دلوقتي يا عم يوسف؟ مشروب بذور الريحان ولب المانجا. ايه لب المانجا ده؟ وفي لب مانجا يا جدعان؟ لب المانجا الطبيعي. ايه لب مانجا؟ مفيش لب مانجا. ايه لب مانجا ده؟ اسمها ايه البيزر بيسموها ايه؟ اسمها ايه البيز نوايا ولا اسمها ايه؟ بيزر. اسمها بيزر. البيزر بتاعت المانجا دي. عارف عصير بيست؟ لا يا زلمة. عصير بيست. عامل زي عصير المانجا اللي هي مش مانجا اصلا، يعني عارفين انتوا العصير المانجا اللي هي مش مانجا تشربها تحس انت بتشوف. لا هو عصير بيست وعليه ميه، بصراحه حاسس ان هو خفيف شويه. يا جماعه ده رامي على خروب شويه. لا خروب ايه؟ في سنة خروب والله. في سنة خروب اقسم بالله. الله يعز امك محمد. بالنسبة لي المانجا والبرتقال الصراحة الاثنين قوي. شايفين وش عامل ازاي؟ طيب نسأل صالح، نجرب ايه يا صالح؟ خوخ؟ يعني انا متفائل بالخوخ برضه الصراحة. لا التفاح الاخضر ده مش متفائل بيه نهائي. برضه نترات الصوديوم. ما هو لازم يحطوا لك النترات دي فيها سر. النترات الصوديوم الحمرا دي. رج بقى، خد انت رج، انا كل مرة اقعد ارج. بص بقى دي بتترج ازاي. بص بص. عرفت تتفرج ازاي؟ عرفت تتفرج ازاي ولا معلش انا رجعها عادي عشان ايه؟ لا لا مش مشكلة مش مشكلة. اصبر 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 اصبر. لا انا بشم. ماشي. لا الريحة فيروز خوخ. لا ريحة شمس خوخ. ريحة شمس خوخ. صح صح. ده حلو. قول على جنب هنا. اعمل كات يا ابني في مش هيطلع معايا في الفيديوهات تاني. ليه انا صاحب الكوره يا ابني؟ ما انا معاك في الكوره. انا معاك في الكوره ايه؟ مش انا قاعد معاك اهو. بس دوب عمال تقلدني وتعمل وتاخد حركاتي. بالنسبه لي اوت مش حلو. بالنسبه لي الخوخ احلى من نترات الصوديوم اللي قبليه اللي هو بذور ريحان مع لب مانجا. فراوله مشروب بذور ريحان مع لب. لب فراوله؟ هو في لب فراوله ولب اللب الفراوله الطبيعي؟ اللب الفراوله الطبيعي. ايه اللب ده؟ كنا قصده اللب. لا سوري يا جماعه، اللب ده باللب. طب ايه اللب ده؟ اللي هو جون يعني لب؟ ار2 يعني ولا ايه؟ مش فاهم ايه اللب ده. طيب لا ما ترجش يا لهوي. لا ما انا مش هينفع ارج الرجل. طب هات انا ارجها لك المره الجايه. خليك ترج. خد نطرات. لا الاول انا عشان ايه الحق اشم قبليك. لوليتا. لوليتا والله ده احلى واحد. بغض النظر ان الفليفر ضعيفه، ولكن انا بالنسبه لي فراوله احسن واحد لحد دلوقتي. وانا لغايه دلوقتي احسن واحد يا ابني والله. همشيك من البيت هطردك والله. انت قاعد في بيتي وقاعد على ترابيزتي وحاجات بتشرب حاجتي. تمام البيت ده بتاعي والمشاريب دي بتاعتي. خد رج بقى وانا مقعده معانا. بص في رجه ثانيه جامده قوي. الرجات دي احلى رجه بتعملها كده اهو عشان الرطوبه بتخلي الحته دي تبقى فايقه. لسه النهارده هايبر اكتف شويه تقريبا. كلفته كلفته النهارده. لا مكرونه بالسجق. مكرونه بالسجق يعني مش صبه ما عجبنيش. ولا ليه علاقه بالتفاح ولا ليه علاقه بالفاكهه. ما حدش يجيبه.
لا لا ده وحش خالص. اقعد لون بس يا جدعان شويه لون اخضر. البرودكت ده بالنسبه للفراوله حلو مش احلى بدايه للحلقه بتاعتنا بس مش مشكله هنجرب. خش على اليونان المشروب ده يوناني يا جدعان. ده مشروب مخيتو من غير سكر من غير الوان ومن غير طبعا هو مخيط. طبعا يا جماعه كاتبين عليك الكلام ده عشان يبقى فيه كل حاجه. ريحه المخيتو لا ريحته حلوه. لا بالنسبه لي كويس. هو ممكن يكون عشان السكر قليل فيه. هو مش كويس هو شغال بس كويس. انا يعني ده احسن من كل الدوناتس دي. انا لو دخلت ماركت وعايز اخد حاجه خفيفه حاجه اشربها ساعه ممكن اشتريه. الحلو اللي فيه ان انت تحس ان هو مش دايت. هو مشروب دايت زي كده مشروب دايت بس هو مش دايت. طب ايه حاجه ولا انا بتكلم نفسي مشروب دايت. فمخيتو بالنسبه لي كويس ممكن اجيبه من ماركت لو دخلت. يعني ممكن مش احلى مشروب ولكن كويس. هو يعني بيستخدم فيه ستيفيا فاهمني. والحقيقه ده اول مره اشوف حاجه زي كده. بينك جريب فروت. ده مشروب برتقال احمر. جريب فروت مش برتقال. هو شبه انا شفته قبل كده شبه البرتقاله. تفتحها من النص تلاقيها حمراء. ايه تلاقيها بتقول لك ايه ما اعرفش ازاي تطلع حمراء. انا اعرف البرتقال مش احمر. فوش الوان المفروض يعني مش الوان. ايه ما كل هم بيقولوا هم اللي بيقولوا بقى هم المكتوب. انا ما اعرفش صدق الكلام. مش ريحه يا جدعان والله مفيش ريحه. لا ولا طعم ولا ريحه ولا طعم ولا لون ولا الوان. ما صدقوا فعلا ولا الوان ولا طوق ولا ريحه ولا طعم. انت متوقع ان هو يكون احلى من كده اهوت يعني على الاقل فليفر تبقى قويه او ريحته ويوناني برضو. خلي بالك المخيط عجبني اكتر. سنابس وي اوريجينال بريل. بريل عشان ايه اكله بريل وريحته بريل. بريل خفيف قوي يعني. سنابس ايه يابا ده يابا زي اللي فات بس بالاناناس. ريحه الاناناس واضحه. ريحته اناناس جامده قوي. شوف بيزود شويه في البتاع ده عشان ده حلو. ده فيروز. فيروز اناناس شوبس اناناس كده. احسن حاجه شربتها لغايه دلوقتي. لذيذ. نجيب الحاجات الحلوه اللي عجبتنا. نبدا بحاجه احنا مش متحمسين ليها قوي. اقول لك اللي مش متحمس ليها كريز. كريز يعني بص الكريز ده برضه ستيفيا. لذيذ على قلبي قوي قوي. اسمعي كربونيتد. ايه بقى ستيفيا احمر بقى لونه احمر بقى. ايه كركديه. هو مفيش ريحه يا جدع. هطلع اي حاجه يا جدع. شكلي انا اللي تعبان ولا ايه؟ لا صراحة ما عجبنيش. دواء يا جدعان دواء التعبان ده يجيبوا له المرضى. والله دواء دواء. مش فاهم لو يعني طبعا كل واحد ليه ذوقه بس مش عارف لو في حد بيحب الدرينك ده ولا لا. خش على الاوريجينال جرين كولا. اديني في الاوريجينال. المفروض بقى اللي دي ما فيهاش سكر زي ما احنا كنا بنقول. انا بحب الكولا تبقى اوريجينال. بنحاول نوضح يعني ريحة الكولا العادية. كولا بس الفليفر بتاعتها ضعيفه سنه. بصوا هي الكولا الفليفر بتاعتها ضعيفه بس تحس انها ايه نظيفه. تحس انها نظيفه شويه مش زي الكولا بنشربها اللي انتوا عارفينها الصبغه يود دي. لا دي حاجه تحسها نظيفه شويه. تاني بحط عليها بطاس مش عارف ولا تحس دي حاجه نظيفه كده. ماشي ده تحيا اليونان. ده كويس برضو. كولا وبالبرتقال وكمان جرين في الاخر عشان ما فيهاش سكر. اكس كده غير سكر من غير الكلام ده. تمام لونها مش مبشر الصراحه. لا والله فوار. اعوذ بالله. لا فوار ايه ده انت ظلمت الفوار والله. انا عايز اقول دي ريحه ايه بس مش مكسف اقول في الفيديو. ما ينفعش اقول دي ريحه ايه. يا خرف اسود انت عارف ريحه ايه دي؟ ايوه خد بالك. دولي هنا. يا لهوي يا لهوي. ايه في الحمام. طب انا بالنسبه لي لا ده صعب الصراحه برضه. حتى الفليفر بتاعته ضعيفه قوي. يا جماعه ده بيعملوه عشان يخصبوا بالزرع والحاجات دي اللي هو من نوع مشتقات البولينيات. بولينا ملوش علاقه بالمشاريب. اليونان تقفل بلدها وتروح. انا عرفت هم كان عندهم ازمه اقتصاديه ليه هناك في اليونان والدنيا خربانه بسبب الحاجات دي. انا ناس ريت بقى ننهي الحلقه بحاجه كويسه يعني تكون جميله. بقول لك ايه ده ترميه. ده بصوا يا جدعان ده اقسم بالله اللي هجيبه فيكم انا هموته. ما عادش اجيب ده خالص. البرتقال ده جميل. ولا برتقال ده والله بولينا والله ما ايه. لا لا يعني بقى هتغفلني. لا في واحد بس ايه ده بيطلع دخان يا جدعان. بيطلع دخان بس هو كربونيتد. ده مصباح علاء الدين. العفريت هيطلع امتى؟ استنى كده هم كانوا بيعملوا كده العفريت يطلع. ايه ده العفريت مش عايز يطلع. احنا اتضحك علينا الصراحه. كان نفسي ازور اليونان بس خلاص نفسي قفلت والله. نفسي قفلت من اليونان واللي فيها. نفسي قفلت. انا كنت بحسب ان المشاريب عندنا في مصر سيئه بس طلع البطاس ليه شغل برضه. البطاس مع الصوديوم مع نطرات بيعملوا لك مشروب جهنم. هم الثلاثة دول اللي نرشحهم من كل الكلام ده من كل الهري ده مش الكلام الهري. ده راينا الشخصي عن المنتجات دي كلها. دي ثلاث حاجات اللي عجبتنا منهم.
بالظبط. وكان بالنسبه لي ده تجربه جديده يعني فلذيذ. وده مش جديد قوي ده مش جديد قوي ولكن الاثنين دول برضو كويسين. ده بلب الفراوله لب الارض لب الارض باللب بتاع الفراوله ده بلب الارض والحلو ده جميل والبذور الكتان والرحال. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ويا ريت مش مشترك في القناه يشترك في القناه ده هيساعدنا ان احنا نعمل فيديوهات اكتر. وقولوا لي اي منتجات انتوا عايزين اجربها اكتبوها لي في الكومنتس وان شاء الله هنعمل عنها حلقه ونجربها. سبسكرايب ولايك وفعل الجرس وما تجيبش اي مشاريب من المشاريب دي خالص تبقى